مساء الخيرات والنعيم على كل المتابعين الكرام. في هذه الحلقة سوف أقوم بتغيير أسس بعض النباتات ونتحدث على بعض احتياجاتها. النباتات التي سوف أقوم بتغيير أسسها هي نبتة السرخس أو نبتة المنشار كما يسمونها، هي الاسم الحقيقي بوسطن فيرن أو الفوجر. حنحاول نقوم بتغيير الأصيص. شريت هذو الأصيصين باللون الأبيض لكي أقوم بإعادة تأصيص النبتة في هذين الأصيصين. النبتة لاحظت عليها أنها التربة تجف يعني بشكل سريع، وكذلك لاحظت على النبتة أنها كلما أقوم بسقايتها الماء يخرج مباشرة من ثقب الأصيص، ولذلك يعني شككت أن التربة يعني لم تستفيد بالماء بالشكل الصحيح، لذلك سوف أقوم بإعادة تأصيصها. نحاول إخراج النبتة من الأصيص، ونحاول ما نأذيش النبتة والأوراق. يعني النبتة يعني مثبتة بشكل كبير في الأصيص، لكن أحس بأنها في طريقها للخروج. هذه هي هذو الأصوص قمت أنا بصناعتهم في بداياتي عندما بدأت بالاهتمام بالنباتات. شفت فيديو يقوم بصناعة هذه الأصوص فقمت بصناعة بعض الأصوص لنباتاتي، لكن يعني استمروا معي لمدة لا بأس بها. يعني منذ 2016 إلى 2017 بدأت بالاهتمام بالنباتات. كما تلاحظوا جذور النباتات هي عبارة عن ريزومات، يعني لديها جذور وتحتوي كذلك على هذه الريزومات. هذه طريقة للتكاثر، يعني نبتة الفوجر أو السرخس تتكاثر بهذه الريزومات لمن أراد أن يقوم بالإكثار. هنا نقوم بتحرير بعض الجذور السفلية ووضع النبتة في الأصيص الجديد. هنا وضعت كمية من التربة في الأصيص الجديد، ولاحظت أن النبتة مرتفعة عن الأصيص، لذلك أقوم هنا بنزع بعض التربة الموجودة في قاع الأصيص ونعاود نزرع النبتة، لأن الجذور عندما تحررها قليلا ولا ننزع التربة كلية عن الجذور، فقط بعض الجذور السفلية نحررها لكي تجد سهولة للتوغل في التربة الجديدة. هذه هي نقوم بزرع التربة بزرع النبتة عفوا، ونقوم كذلك بالضغط الخفيف للنبتة، نقوم بالضغط الخفيف ونحاول ملء الفراغات الموجودة على جوانب الأصيص بالتربة، لأن هنا يعني عند السقي يعني راح ينزل مستوى التربة وريحة يعني يبقى فراغ ما بين التربة والأصيص مكان السقي، يعني كنسقيو ما السقي ما يخرش على جانبي الأصيص. هذه هي النبتة من بعد ما قمنا بإعادة تأسيسها كما تلاحظوا في أصيص جديد. الآن راح نشوف تطورات النبتة وإعطاء نموات جديدة. نبتة السرخس يعني مكانها الدائم بالنسبة لي في أرض الحديقة، يعني ما نغير لهاش المكان ديالها لا في فصل الصيف ولا في فصل الشتاء. ضوء ساطع، تتلقى ضوء ساطع بعيد عن الشمس المباشرة، أحيانا شمس مغربلة تأتي من تحت الأشجار، لكن الأجواء جد مناسبة لهذه النبتة في أرض الحديقة. النبتة جد منقية للهواء وتحب الرطوبة العالية. التكاثر بالتفصيص أو بالريزومات أو الأمراض يعني لا تحتوي على يعني ما تهجمهاش الحشرات سوى حشرات قشرية أحيانا ألاحظها على سيقان النبتة. هذه هي المكان الأصلي ديالها. بعد مرور 24 ساعة قمت بسقيها، لأن النبتة عندما خرجتها من الأصيص يعني عانت
قليلا وتأثرت بذلك التعامل الشديد معها، لذلك خفت لا يعني ربما ساق مكسور أو أبصال يعني فيها ضرر، ريحة تعفن إن سقيتها في تلك الفترة، لذلك تركت 24 ساعة تمر وأقوم بسقايتها، يعني سقاية يعني نغمر التربة جيدا بالماء حتى تخرج حتى يخرج الماء من ثقب الأسيس. يعني النبتة محبة للرطوبة المتوسطة والعالية، تحب رش الأوراق، تحب التربة تكون دوما رطبة. هذه هي، انتهينا من الأسيس الأول ونولي للأسيس الثاني كذلك لنبتة السرخس. نفس المشكل، لاحظت ان التربة تجف وان الماء السقي يخرج مباشرة من ثقب الأسيس، ولاحظت اصفرار الأوراق يعني بشكل يعني مستمر، لذلك نقوم هنا كذلك بنزع التربة أو نزع الأسيس، نكون حذرة في نزع الأسيس، لكن المشكل أنه الأسيس الذي اشتريته الأبيض تقريبا نفس الأسيس هذا الذي سوف أقوم بنزعه، لذلك يعني لن يكون هناك يمكن فرق في الحجم، لا بأس. نحاول ننزع بعض التربة لتحرير الجذور كذلك، ولنزع بعض الأبصال لأن الأبصال سوف أقوم بتكاثرهم يعني بمفردهم، لأنه لاحظت أنه عدد الأبصال الموجودة داخل التربة كبير جدا، يعني الأبصال الموجودة على الجوانب في قاع التربة وكذلك على سطح التربة، لذلك قررت ننزع بعض الأبصال ونقوم بزراعتهم لوحدهم، يعني وهذا نوع من أنواع التكاثر. كما تلاحظوا هنا كذلك في الأسيس الثاني نحرر بعض الجذور، وهنا التربة رطبة نوعا ما وكذلك تربة يعني جيدة، لاحظتها تربة جيدة وخفيفة. لاحظوا الريزومات أو الأبصال على السطح في الجانبين وحتى في قاع التربة، نقوم بنزع بعض الأبصال منها ونوضعها في ونقوم بوضعها نوضع النبتة يعني في الأسيس الجديد، يعني نبتة السرخس أو البوستن فيرن. الموطن الأصلي ديالها هي المناطق الاستوائية من العالم، دائمة الخضرة، هي نبتة يعني قديمة ومنتشرة في جميع بيوتنا، يعني والله نحب النباتات اللي تتأقلم مع الأجواء المحيطة بنا، يعني ما تستغلبنيش النبتة هذه مطلقا لا في الصيف ولا في الشتاء، وتعطيني كثافة ومظهر جميل. كذلك تعتبر من النباتات الداخلية، يعني تصلح إذا كانت في غرف النوم، في المكاتب، يعني في كل مكان في البيت، يعني لكن يجب توفير لها الإضاءة المعتدلة إلى القوية، يعني ليس الظلام الدامس ولكن الأجواء الضوء المعتدل، رايحة تتأقلم معه. وضعت النبتة في هذا الأسيس ونحاول أن نقوم بملء الجوانب وملء الأسيس بالتربة، ونلتقي بعد قليل. المظهر النهائي للنبتة، نقوم بوضعها في مكانها الدائم، لن أقوم بسقايتها إلا بعد مرور 24 ساعة كما فعلت مع الأسيس الأول لتجنب أي تعفن للجذور وإلى الأبصال. لم ألاحظ على النبتة أي أمراض فطرية أو أي أمراض. هذه هي، أنا سبق لي أن قدمت حلقة على هذه النبتة كيفية العناية بها والمحافظة عليها، لمن يهمه الأمر سوف أترك رابط الفيديو في صندوق
الوصف. نقوم هنا بترتيب المكان وتنظيفه ونواصل العملية مع بعض لتغيير بعض الأسس للنباتات. يعني والله في الحقيقة هي الأجواء الحارة هي التي تمنعني من الخروج إلى أرض الحديقة. يعني عدت علينا أجواء حارة رطبة، يعني الرطوبة عالية، يعني وهذا السبب اللي طولت لم أقم بعمل فيديوهات على قناتي. الآن كما تلاحظون قم بجمع البصيلات أو الأبصال لنبات السرخس ونقوم بتجميعهم لكي أقوم بزرعهم في إصيص منفرد، وراح تعطيني أكيد النتيجة. هذو الأبصال راح نقوم بزراعتهم كلهم في إصيص واحد، وعندما يعطوني نباتات جديدة سوف أقوم بتفريقهم. كما تلاحظوا هنايا سبق لي ان قمت بزراعه بعض الابصال في هذا الاصيص مع نبات السجاد وعطتني نموات جديده. كما تلاحظوا يعني اكيد ليس كل الابصال عطتني نموات، لكن تحصلت على نموات جديده من زراعه الابصال. لذلك نقوم هنا بزراعه هذه الابصال في هذا الاصيص. نقوم ب هذه شتلة لقيتها نمت من تحت ثقوب، يعني خرجت من ثقوب الإصيص. نقوم بزراعة هنايا الأبصال في هذا الإصيص ونحتفظ به في أرض الحديقة. يعني نقوم بزراعة عادي، يعني نزرع الأبصال والأبصال تزرع وتغطى بسمك من التربة، وسمك التربة اللي نغطي به البصيلات يكون على حسب حجم البصيلة. إذا كان يعني البصيلة قطرها، لنفرض أن البصيلة قطرها 2 سنتيمتر توضع في سطح التربة، يجب أن تغطى بطبقة سمكها 2 سنتيمتر. وهكذا إذا كان قطر البصيلة كبير، كلما كان سمك التربة المغطاة يكون كبير بنفس قطر البصيلة. لذلك نقوم هنا بتستيفهم وترتيبهم ونلتقي بعد قليل. نقوم بعملية سقي الإصيص بالماء حتى تتبلل التربة كلية، أو على الأقل النصف العلوي من التربة، لأنه التربة السفلية يعني لا تنفعنا عن إن كانت رطبة أو لا. نرطب الجزء العلوي من التربة أو الجزء المغروس فيه البصيلات بشكل كبير، ونوضعها في أرض الحديقة تتلقى ضوء ساطع بعيد عن الشمس المباشرة، وننتظر فترة الرطب ما تنمو الأبصال. الأبصال هنا عندها مدة يعني تقريبا شهرين أو 3 أشهر حتى نلاحظوا بداية ظهور البراعم يعني الخضراء. هذه هي نبتة الفوجير أو بوستن فيرن، يعني نبتة جميلة أنصح بها ليس المبتدئين، حتى وإن كنا يعني متمكنين من الزراعة. يعني ما ننساوش نباتات لتتأقلم في الأجواء المحيطة بنا. الآن نبات السانسيفيريا أو نبات الدراسينا تريفاسياتا، لأنه أصبح يسمى بدخل إلى عائلة الدراسينا، لأنه العلماء قاموا بتغيير يعني التصنيف دياله وأصبح يصنف ضمن عائلة الدراسينا. قمت بإكثاره بالورقة، يمكن تقريبا عام قمت بقطع ورقة من النبات الأم و زراعته في التربة مباشرة، وعطاني نموات جديدة. كما تلاحظوا أي ورقة، كل ورقة عطتني نموات جديدة. لذلك الآن رايحة نقوم بتغيير التأسيس ديالو، نقوم بإعطائه إصيص جديد. لكن أنا الخطأ اللي ارتكبته هنايا هو أني قمت بتغيير الإصيص والتربة مبللة، وهذا خطأ. يعني عندما نريد أن نغير إصيص النبتة أو تغيير التربة يجب أن تكون التربة جافة وليس مبللة، فلا أستطيع تفتيتها إن صح التعبير ونزعها عن الجذور.
لذلك كما تلاحظوا النموات جد صحية، عندي جذور صحية كذلك، وعندي بعض النموات على جانب التربة. نقوم هنايا نحاول نزع التربة بيسر حتى لا أقوم بإتلاف الجذور، ونحاول تحرير بعض الجذور السفلية لكي تتوغل بسهولة في التربة الجديدة. نبات السنسيفيريا كما كان يسمى، موطنه الأصلي غرب إفريقيا، من النباتات المنقية للجو، ينتج الأكسجين في الليل أكثر بكثير من كمية الأكسجين التي ينتجها في النهار، وهذه هي الخاصية اللي تجعله ترشحه ليكون من النباتات المنزلية. هنايا نقوم بإعادة نزع الأوراق التي قمت بزراعتها في أول الأمر، يعني ننزع جميع الأوراق، والأوراق ما زالت متجذرة، يعني هذه الأوراق التي سوف أنزعها سوف أقوم بغرسها مرة ثانية، لربما راح تعطيني نباتات جديدة وشتلات أخرى من نبات سانسيفيريا. نبات سانسيفيريا من أسهل النباتات كذلك في العناية، يعتبر من العصاريات وبالتالي لا يحب السقي بكثرة، ننتظر حتى الجفاف التام للتربة، حتى إن جفت التربة 100% النبتة تبقى يعني مقاومة وتعطيني نموات، لكن نحن يعني ما نأذيوش النبتة بالشكل هذا وما نخليوهاش تجف التربة لمدة طويلة. صحيح تجف التربة بشكل كامل، لكن نقوم بسقايتها يعني في فصل الشتاء تقريبا مرة في الشهر، وفي فصل الصيف يمكن كل 15 يوما. يعني في فصل الصيف نلاحظ فيه نموات، هو يعطيني نموات، بالنسبة لي يعطيني نموات جديدة في فصل الصيف، من الربيع إلى فصل الصيف إلى الخريف، يدخل في مرحلة سبات في فصل الشتاء. هذه هي نوضعها في هذا الاسيس. نبات سانسيفيريا كذلك الجذور ديالو تبقى جذور سطحية، يعني ليست عميقة، فقط برك يعطيني ريزومات على شكل ريزوم، تكون الشتلات مرتبطة مع بعضها البعض بالريزومات، لكن لا بأس، أنا نقوم بوضعه في هذا الاسيس حتى نلاحظ النمو ونلاحظ أن الاسيس أصبح صغير على النبتة، نقوم أكيد بإعادة تأسيسه فيما بعد. نبات السنسيفيريا يتحمل درجات عالية من الجفاف، يعني تقريبا 3 أشهر، يعني ويعني ويقاوم، لكن لاحظ بعض التشققات في الأوراق بسبب البرودة الشديدة في فصل الشتاء، يعني يتأثر، أنا هذا النبات يتأثر لي في فصل الشتاء أكثر بكثير من فصل الصيف. هو من النباتات سهلة العناية، الإضاءة يتأقلم مع مختلف أنواع الإضاءة، يعني العالية المتوسطة إلى الضعيفة، يفضل يعني مسح الأوراق كذلك من حين إلى آخر. نبات سانسيفيريا سبق لي أن قدمت حلقة عليه في إحدى الفيديوهات، سوف أقوم بوضع رابط الفيديو في صندوق الوصف لمن يهمه الأمر. الآن نبتة المارانتا، هذه النبتة هي نبتة المارانتا، نبتة من أسهل النباتات ونبتة مقاومة، إذا قلكم مقاومة مقاومة يعني نحطها في المرتبة الأولى من النباتات المقاومة، يعني في الحرائق التي نشبت في فصل الصيف الماضي وما قبله، يعني السنوات الأخيرة 3 سنوات كل صيف هناك حرائق في المنطقة التي أسكن فيها، يعني حتى كبار السن يعني يدخلوا المستشفيات، يعني تأثروا من هذا من الجو الجاف والحرارة القاسية جدا، يعني وصلت يعني في مدينة جيجل تقريبا 48 إلى 47 درجة مئوية، معظم النباتات تأثرت. نبتة العنكبوت التي لا تحتاج إلى عناية، جميع نبات العنكبوت بالنسبة لي كلها فقدتها في ذلك الحريق بسبب الأجواء الجافة من الحرائق، لكن نبتة المارانتا الموجودة أمامكم لم تتأثر ولا بأي شكل من الأشكال، أكيد عندها بعض الأوراق الجافة بسبب جفاف الجو وبسبب قلة السقي أحيانا، لأني لم
لم أعلم كمية السقي، كيف أسقي النبات في ذلك الوقت. يعني هي حالات استثنائية، ظروف استثنائية عشناها، لم نكن متعودين على تلك الأجواء، لذلك لم أستطع معرفة كمية الماء التي يحتاجها النباتات. لكن نبتة المارنتا أثبتت لي جدارتها ومقاومتها للظروف الاستثنائية. هنا لاحظت على النبتة وجود بعض العناكب وخيوط، يعني بيت العنكبوت هنا ما بين الأوراق. سوف أقوم برشها بهذا المبيد الطبيعي، يعني أثبت جدارته هو كذلك، ويعني يقضي لي على مختلف الحشرات التي ألاحظها على النباتات. من بعد ما نرش النبتة جيدا، نقوم بنزع الأوراق والسقان الجافة والمتأثرة بهذا الأجواء أو بالإهمال، يعني أنا اللي هملتها. يعني نلاحظها أنها جفت الأوراق، يعني التوت على بعضها البعض، يعني لا أكترث لها ولا أقوم بسقايتها، يعني هذا الإهمال مني أنا وليس من النبتة. لذلك نبتة المارنتا هي هذا النوع سهل ومنتشر في المنطقة. يعني نبتة المارنتا كذلك ضوء ساطع بعيد عن الشمس المباشرة، من منطقة ظليلة تقاوم فصل الشتاء. نضعها هنا في أرض الحديقة على طول العام، لا تتأثر بالانخفاض الشديد في درجة الحرارة. احنا درجات الحرارة يعني المنخفضة يعني تلحق 5 درجات في الليل، مع ذلك يعني لم نلاحظ أي انخفاض شديد لدرجة الحرارة في المنطقة التي أقيم فيها. هذه هي النباتات التي أردت العناية بها. هذه النبتة شريتها يمكن نبتة صغيرة تحتوي على ورقتين أو 3، قمت بتغيير الإصيص ديالها عدة مرات، والآن قم بوضعها في مكانها الأصلي ومكانها الدائم. هذه هي الأعمال التي قمت بها خلال الأسبوع. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات الموجودة في هذا الفيديو، ونتلقاه إن شاء الله في فيديوهات أخرى بحول الله مع نباتات جديدة وأعمال أخرى منزلية، لأنه فصل الصيف هو الفصل يعني تاع العناية بالنباتات، فصل الاهتمام، الرش، التقليم الخفيف، نزع الأزهار، يعني التنقية فقط والاستمتاع بالنباتات. إن شاء الله يكون هذا الفيديو نال إعجابكم. نتلقاو في ساعة الخير وفي فيديوهات أخرى بحول الله. لا تنسوا أن تدعموني في القناة وتشجعوني بتعليقاتكم الإيجابية. نلتقي وسلام.